وصفه من الوصفات السريعه جدا واللي هيحبوها الكبار وهيحبوها الصغيرين قوي قوي، لانها فيها طعم توست وفيها نكهه البيتزا. هنعمل عشاء كده سريع، الولاد جعانين، بنقدر نعمله من غير اي غلبه. هنعمل ازاي او هنعمل ايه؟ عايزين رغيف توست، عايزين كوبايه من صلصه البيتزا، واحد كوب مشروم، واحد كوب زيتون اسود، واحد فلفل اخضر، 6 سوسج، 2 كوب جبنه موتزاريلا، ورشه زعتر. شوفوا المكونات سهله قوي، بس في نفس الوقت هتعمل لنا وصفة لذيذة وسريعة. عندنا هنا التوست بتاعنا، هناخده هنقطع الحواف، وطبعا اللي هيفضلوا دول احنا بنقدر نحطهم في الفرن ونعمل بيهم بقسماط للبانيه بتاعنا. هناخد كل العيش بقى اللي عندنا وهنقطعه بالشكل ده، مش هحط اي سوائل للتوست بتاعنا ده، لان احنا يعني مش عايزه اطريه. يعني احنا في وصفه بنعملها شبه دي، بس بنحط للتوست بنحط حليب وقشطه وحاجات، بس احنا مش عايزين نطري الوصفه دي، لان البيتزا ما بتبقاش طريه. يعني بالعكس، ده العجينه ممكن في بعض الاحيان كمان تكون فيها شويه قرمشه، فاحنا مش هنحط اي سوائل على التوست بتاعنا. خلاص تمام، احنا كده غطينا كل القاع اللي عندنا. هناخد بقى دلوقتي صلصة البيتزا اللي عندنا وهنفردها. على التوست بهذا الشكل. طبعا صلصة البيتزا بتقدروا تعملوها في البيت عادي جدا. شوية زيت زيتون على النار مع فصين ثوم، بنحط عليهم كمان لو تحبوا معلقة سكر، وبنحط عليهم شوية زعتر وشوية مية طبعا، ملح وفلفل وخلاص. وبحب احط عليها شوية كاتشب كمان. تمام، هناخد بقى دلوقتي كل الحاجات اللي احنا عايزين نحطها هنحطها. اي وصفة بيتزا انتوا بتحبوها اعملوها بالحشوة، يعني حطوا الحشوة بتاعت نوع البيتزا اللي انتوا بتحبوه. عندنا هنا فلفل اخضر، زيتون اسود، سوسج، حط كمان واحدة وخلاص كده. خلاص هناخد بقى دلوقتي التوست اللي عندنا ده برضو وهنبتدي نحطه كده على الوش هنا. دلوقتي هناخد اخر حاجة هنعملها، ان احنا هناخد
الجبنة اللي عندنا وهنحطها على وش التوست بتاعنا بهذا الشكل. حطوا اي نوع جبنة انتوا بتحبوه. هنحط رشة زعتر مع الجبنة اللي حطيناها، وعلى الفرن بس لغاية ما الجبنة كده تسيح وكل حاجة كده تتماسك في بعضها. درجة حرارة الفرن درجة 200 درجة.